في الانتيرير لوب اوف ذا بيتيتوري تحت سيطره الهايبوثالاموس بالطريقه الاتيه، ان في هرمونات اهي او فاكتورز معظمهم ريليزنج فاكتورز او ار اف ريليزنج فاكتورز او ار اتش قصدي ريليزنج هرمون هتبقى ار اتش زي السي ار اتش اللي هو كورتيكوتروبين ستيمولاتينج هرمون، و تي ار اتش سيروتروبين ريليزنج هرمون، و جي ان ار اتش جونادوتروبين ريليزنج هرمون، و برولاكتين ريليزنج هرمون او بابتايد، و جروس هرمون او جي اتش ار اتش جروس هرمون ريليزنج هرمون او ده اسمه تاني سوماتوكرينين. يبقى ريليزنج هرمونز في الحقيقه في الاثنين دول البرولاكتين برضك والجروس هرمون لهم برضك انهبيتوري زائد الريليزنج هرمون لهم الانهبيتوري. وبالنسبه للبرولاكتين الانهبيتوري هو الدوبامين. خلاص يبقى ده ادي الهايبوثالاموس اهو ويطلع لها الهرمونات دي اللي بيسيطر على هرمونات الغده النخاميه الانتير لوب اللي هم دول. سي ار اتش هيسيطر على الاي سي تي اتش يعمل له ستيموليشن او يعمل ستيموليشن الخلايا اللي بتفرزه يعني. تي ار اتش هيعمل ستيموليشن تي اس اتش، والجي ان ار اتش هيعمل ستيموليشن للال اتش والاف اس اتش سكريشن. البرولاكتين قلنا لهم انهبيتوري او ستيموليتنج بيبتايدز هرمونز، والجروس هرمون برضك جروس هرمون ريليزنج هرمون او جي اتش ار اتش، واللي برضك انهبيتوري والانهبيتوري يعتقد ان هو سوماتوستاتين. طبعا دي الهرمونات دي بتاعت البيتيوتري لانها ماستر جلاند كنترول الهرمونات بتاعت الغدد الثانيه. يعني دي السي ار اتش من الهايبوثالاموس كان كنترول الاي سي تي اتش، والاس تي اتش كنترول افراز الكورتيزون من الادرينال كورتكس. تي ار اتش سيموليت تي اس اتش، وتي اس اتش سيموليت الثيرويد عشان تفرز تي 3 وتي 4. جي ان ار اتش سيموليت ال اتش والاف اس اتش سكريشن. لو في التستس هيعمل لي تستوستيرون سكريشن. لو ال اتش اف اس اتش الريسبتورز طبعا هتبقى في ست هيبقى اوفرز، يبقى هتعمل ستيموليشن لافراز الهرمونات دي بتاعت الانوثه اللي هي الاستروجين بروجسترون. يعني ال اتش والاف اس اتش موجودين في الراجل والست ان هم بنفس التركيز وبنفس برضك هم نفس الهرمونات هي وحتى الستات او الرجاله اللي عندهم مشكله في الانجاب بنديهم نفس الهرمونات دي ال اتش اف اس اتش حقن سواء للراجل او الست نفس الحقن. البرولاكتين طبعا هو اللي بيعمل لنا السكريشن الميلك فورميشن هرمون اللبن، والجروس هرمون هو هرمون النمو الجي اتش. يبقى دي الانتير لوب اوف ذا بيتيوتري. خلاص يعني واحد لما تيجي تعمل ايفالويشن للغده النخاميه لو انت اندوكرينولوجيست وعايز تعرف كل الهرمونات عندك ست هرمونات اهم بتوع الايل البيتيوتري نفسها ACTH, TSH, LH, FSH, برولاكتين وجروس هرمون، وممكن تقيسه في الدم وتعرف أني فيهم ديفيشنت، ولو في حاجة ديفيشنت بتديها للعيان. وطبعا لما بتيجي تعمل التحليل يعني ACTH تعمل معاك كورتيزول، TSH تعمل معاه الفري تي 4، FSH بتعمل معاه لو ميل هتعمل تستوستيرون، ولو في ميل هتعمل البروجستيرون والإستروجين مع الـ FSH والـ LH. البرولاكتين بتعمله لوحده، والجروس هرمون بتعمله ممكن مع الـ IGF1، لأن الجروس هرمون هرمون النمو ده بيشغل الـ IGF1 عشان يعمله شغله،
انا بعت يعني بعتبرها زي ايه، معلم وصبي. جروس هرمون ده عايز حد يساعده، فيروح للليفر ويخليه يفرز الاي جي اف 1، والاي جي اف 1 بيساعده يعمل له الحاجات اللي هو بيعملها بتاعت النمو او جروس، فكأن الصبي بتاعه المساعد بتاعه. طيب هنيجي بعد كده ل كومن بيتيوتري ديزيزز. الراجل الطويل ده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده جيجانتيزم. شوف طول الفرق بينه وبين الراجل اللي جنبه، فرق كبير قوي اهو. ادي الراجل اللي جنبه وادي هو، خلاص. ده لا نادر قوي يعني المرض ده، بس تشخيصه سهل، لان مره واحده تلاقي الطفل بينمو في سن النمو اللي هو من اول ما 3 سنين في العمر لغايه سن البلوغ، ويكمل بعد البلوغ. في الفتره دي بيحتاج الجروس هرمون في النمو بالنسبه المعقوله، لكن لو مره واحده زاد الجروس هرمون غالبا بيبقى زياده سببه ورم حميد في الخلايا اللي هي بتفرز الجروس هرمون في البيتيوتري، وهيظهر لنا الراجل بالمنظر ده اسمها جيجانتيزم. خلاص اسمه جيجانتيزم. لو حصل زياده هرمون الجروس هرمون بس بعد الانسان ما حصل له بيوبرتي اندد، فهيحصل طبعا الكلوجر اوف ابيفيسس، العيان مش هيطول بس هيعرض، هتلاقي الايه العظم بتاعه عرض بالمنظر ده، الفك بتاعه عريض، المراخير كل العظم ده، الايد والرجل كل الحاجه دي ظاهره انها عريضه. وطبعا مظاهر المرض بتاع الاكروميجالي ده، العيان يجي لك بالايد الكبيره والرجل الكبيره الورمين دول، والدبله بتاعته بتتغير باستمرار او الجزمه وهكذا، يعني بيبان بروجنانسيز من الفك وبارز بالمنظر اللي قدامنا ده، بروجنانسيز. دكتور اسنان ممكن يشخصه. يبقى دواء هرمون طبعا بيفرز بردك في الحاله دي الجروس هرمون، وساعات بيفرز مع البرولاكتين. والجروس هرمون اللي بيفرز هنا من طبعا معظمه من البيتيوتري ادينوما تبقى حميده. هنا دواء ميسي اهو، في عنده نقص في الجروس هرمون، كل الاطفال اللي جنبه في نفس السن لكن هو كان اقصر منهم، فالجروس هرمون كان عنده واطي، وخد حقن الجروس هرمون ونموه ساتسفاكتوري معقول. لو ما كانش خده كان بيقول ان هو هيبقى 147 سنتي، فطبعا كرجل هيبان قصير طبعا. طيب ادي الجروس هرمون. نقصه بيعمل المرض ده اللي هو الدورفيزم او جروس هرمون ديفيشنسي. مستوى الذكاء بتاعهم بيبقى كويس عادي. ده مقارنه بالثايرويد جلاند اللي بيحصل برضك عندهم اهو الكريتينيزم، ان الطفل ما ينموش كويس، بس هنا ما ينموش كمان بيبقى مستوى ذكائه قليل قوي لان عنده mental retardation. الجروس هرمون فايدته ايه للجسم؟ طبعا النمو، وديس الميتابوليك افكت مهم. الميتابوليك افكت طبعا هنجد ان هو منطقي. الفلسفة اللي بيشتغل بيها الجروس هرمون ان يخلي البروتين للبناء مش لاستخدامه كانرجي، فتجد البروتين الجروس هرمون هيعمل في البروتين ايه؟ يجي ياخد الامينو اسيدز دي ويكون منها، خليها تخش الخلايا يحصل لها ترانسبورت وتكون البروتين، بروتين سينثيسز، يزود عمليه الانابوليزم ويقلل عمليه تكسير البروتين، يعني كلها في مصلحه البناء، لان المواد ده عباره عن بروتين، سواء نمو العضلات او العظم او بقيه الاورجانز، فده عباره عن بروتين. الكربوهيدرات هيخليها لنا في استخدامها في الانرجي، عشان كده البلاد جلوكوز ليفل بيزيد والجلايكوجين، فبيستخدم خصوصا في وجود الانسولين مع بعض، بيساعدوا بعض الاثنين في ان استخدام الجلوكوز ان هو يخش الخلايا
ويتحرق ويدينا الطاقة. برضك الفات نفس الفكرة، جروس هرمون بيعمل فات موبيلايزيشن، يخلي الفات يحصل لايبوليسيس ويروح الفاتي أسيدز ويدونا الطاقة. يبقى في دي فلسفة معقولة قوي، ان الانرجي تيجي من الجلوكوز والفات والكربوهيدرات والفات، والبروتين يستخدمه في البناء. الجروس هرمون طبعا زائد شغله ده ان هو بيعمل روح للكارتليج والبون ويعمل لنا الجروس، وبيساعده الايه الاجي اف 1 او السوماتوميدين اللي هو جروس هرمون، يروح للليفر يعمل ستيموليشن لهذا الهرمون الاي جي اف 1. فكأنه انا بسميها انه ايه، كانه الصبي بتاعه هو اللي ايه الاي جي اف 1 اللي بيساعده.